التي يقع فيها أغلب الأعضاء من خلال مسيرتهم في مسيرتهم للنجاح في طريق الإنسان. أبرز المفاهيم الخاطئة. أبرز المفاهيم الخاطئة نفس الكلام اللي تفضل فيه دكتور عبد الرزاق، عدم الفهم السليم لفلسفة منتجات دي إكسان. هاي نقطة مهمة جدا إنه فعلا نصحح المفاهيم بهاي النقطة. النقطة الثانية أيضا، هناك فهم سليم لفهم سقيم وغير صحيح لصناعة البيع المباشر. لذلك صناعة البيع المباشر هي صناعة مهمة لها أسس وأنظمة وجمعيات ومقننة. فالناس بتفهم هاي الصناعة إنه هي يعني بتعملها بطريقة الموكلة وليس مهنة. فحقيقة صناعة البيع المباشر واللي نحن نعيش في كنفها مع شركة دي إكسن العالمية هي مهنة حقيقية. يا أخواني الآن اللي الموظف من حضراتكم اللي بروح على وظيفة معينة، طيب هل ينفع منه انه يروح والله هالسبع ثمان ساعات جالس وعم يتفرج على الحيطان والجدران، او يداوم له ساعة ويروح بدون ما يعمل اي انتاج او يكون عنده اي مؤهلات او اي عمل يسويه يومي؟ ففي ممارسات يومية لازم تسويها. طيب احنا ليش بصناعة البيع المباشر جايين؟ والان لو سألت كثير من الاخوة الان، حدا عنده كاتب قائمة الاسماء تبع الكونتاكت ليست؟ ما اريد اجابة، لكن انا واثق انه ربما بالقاعة موجود عندنا عدد كبير من الناس عم يشتغلوا من روسهم. اليوم بيدعي صديقه، بكرة بتذكر بنت خالتها، بعد بكرة بتذكر انه له صديق بكندا ولا له قريب بسعودية. ما هكذا تؤكل الكتف في هذه الصناعة. فلا بد انه نشتغلها كامتهان. امتهان شلون؟ في اساسيات تسعة عم يدرسوكم اياها الاخوة في المحاضرات وبمجموعاتنا دائما نتكلم عنها. فانت اذا بدك تنجح بهذه الصناعة خذها كمهنة. خذها كمهنة مثل وظيفتك. طيب مهنة، لكنها مهنة حلوة انك تشتغلها من بيتك وفي ناس عم تعلمك عليها وعم تقول لك الأس الاول هو انك انت تكتب قائمة احلامك، تكتبها كتابتك. اسأل الناس الآن شو أحلامك وهذا؟ إيه ما عندي أحلام وهذا. طب شو هي؟ بيبدأ يتذكر والله إنه أنا ممكن، أنا والله عندي صح، عندي هدف والله أبني مأوى للأيتام، عندي هدف أشتري سيارة فارهة، عندي حلم أسوي كذا. طب هذا الكلام أنت ما عم تغذي وما عم تشوفه أمامك حتى تغذي. قائمة الأحلام، قائمة الأهداف، يكون عندك تعلم صحيح، في عندك يومية الاستقطاب، في عندك فنون متابعة، في عندك مضاعفة استنساخ، هالمفاهيم الأساسية لهالمهنة. فهذا مهم جدا إنه نفهمه ونصحح فيه حقيقة. ما بدي أطيل، لكن الأمرين هذول، أمر المنتجات كفهم سليم لفلسفة المنتجات وفهم سليم لأسس صناعة البيع المباشر كمهنة وليست كأي مهنة. أيها الكرام، ليست كأي مهنة. مهنة وظيفتك الآن أنت أحسب صار لك موظف 20 سنة، 20 سنة أحسب أنك أنت والله راتبك بهالعشرين سنة على ورقة وقلم. أنا بدي أقول كل واحد صار له 10 سنين، 20 سنة، 15 سنة يكتب والله الآن احسبوها هيك. أنا باخذ مثلا بالشهر كذا 200 دولار، 300 دولار، بالسنة كذا، بال20 سنة عندي والله 5000 دولار. بشهر واحد بتطلعهم بعد فترة من الزمن مع صناعة البيع المباشر. طب ألا تستحق هذه النتيجة الباهرة انك تعطيها تشتغلها باحتراف؟ فارجو من حضراتكم انه نشتغل دي اكس ان بمهنيه سليمه.